الأول المفيد واحد يركز بالأول عن هذه الظاهرة اللي فعلا معيبة وترتقي إلى شيء من الجريمة المتمادية، منها فولكلور ولو تعود ربما باستعمالها إلى عشرات لبل مئات السنين في الماضي، اللي كانوا اللبنانيين لسبب أو لآخر بيطلقوا الرصاص بالهواء، لأنه السلاح الحربي منتشر انتشار واسع جدا عند اللبنانيين من زمان، وزاد بعض الحروب المتكررة وتمركز بإيد مجموعة كتير كبيرة، إما ميليشيات أو ميليشيات سابقة، وبالتالي في انتشار كتير واسع للسلاح الحربي، وتحول السلاح الحربي بلبنان لوسيلة من وسائل التعبير عن الأحاسيس، إما بالابتهاج أو الحب أو الحزن. وهيدا النقطة اللي بتخوف، لأن هالقد منتشرة وبكل المناطق، بتشوفها بكل الحالات، بدفن، بعرس، إذا نجح ابنه واحد بالفحص، إذا طلع زعيمه على التلفزيون. وهيدي عم نشوفها من الظواهر اللي بتأدي إلى إطلاق الرصاص أكثر شيء بالهواء. وهيدي صارت حتى وسيلة من وسائل بيلجأوا لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة السياسيين تيبيدوا مدى شعبيتهم في عشرات لبل مئات الضحايا. ما في أرقام، ما اطلعت على أرقام، بس بيكفي يكون في ضحية وحدة تنضطر نتحرك. اللي بيسعى له اقتراح القانون هو التشديد في العقوبات، عم نرفع من مستويات السجن ومن قيمة الغرامات، وعم نجعلهم السجن والعقوبة إلزامية، إلزام تطبيقهم، وبالتالي القاضي ما عنده خيار، يا حبس يا غرامة. اللي بتترك مجال كتير واسع هلا للضغوطات على القضاء وحتى على القوى الأمنية، وبالتالي لازم من خلال اقتراح القانون، بتأمل من خلال القانون ساعة يصدر انه يبعت رسالة كتير قوية للمجتمع اللبناني انه هذه ممارسة غير مقبولة، ورح يصير التشدد في ملاحقتها ومعاقبتها. كذلك باقتراح القانون ادرجنا احكام جديدة تتعلق بالتدرج بالتشدد اكثر بالعقوبات اذا ادت الى ضرر، ادت الى تعطيل مؤقت او دائم او الى موت، فيمكن توصل ساعتها العقوبة ل 15 سنة من الأشغال الشاقة. إن الحد الأدنى بيكون 6 شهور، إذا ما صار في ضرر بتوصل ل 15 سنة أشغال شاقة. هذه رسالة بنتأمل تكون قوية للقوى الأمنية تتقوم بدورة بالقمع، للقضاء تيكون متشدد، للسياسيين تما يغطوا حدا إذا أجا واحد يتوقف. كان ب 31/8/2013 كنت ماشي بشارع الحملة أنا ورفيقتي، ماشيين وعم نتحدث، كانت عم تخبرني انه كيف اختها لابسه بعرسها لابسه الويدنج دريس مع كونفرس احمر، وانا عم بضحك هيك انه وطيت، عم فجاه حسيت صار في شيء بظهري. رانيا انه احنا ماشيين بسرعه، رانيا ماشيه وانا وقفت هون، ما قدرت فجاه ما قدرت اتنفس، فقلت لها رانيا قعدت عيط لها انه في شيء صار بظهري، انه كانه حجره وقعت على ظهري، وانه في شيء كانه انكسر سلسله الظهر. الدكاتره لبرا وسمعتهم كانوا عم بيقولوا بولت ما بولت، اما ضل في عندي نيرس وطلعوا هن لبرا عملوا اجتماع. قمت قلت له شو القصه، انه شو صار، يعني انه صح في رصاصه، سمعت رصاصه مرصاصه. اما قال لي ايه في رصاصه. قمت قلت له خطره شيء، انه بدي اعرف انه اذا خطره هلا بلش انا انه خلص انه اتقبل الموضوع. قام قال لي ما معروف، عشان هيك بلشي، وظهر من الغرفه وبلشت انا انه شو بلشي. قعدت هيك فكر انه حبلش انه استغفر انه صلي على الشغله وهالشغله من رب العالمين، وبلشت انه متقبل الموضوع وانه خلص انا فاله من هيدي الحياه. وعرفنا بعدين انه كان في خطاب لاحد الزعماء عم بيحكي، خطاب سياسي كان عم بيحكي، وبلشوا مجموعة يعني من اللي بتحبوا بلشوا يقوصوا، مثل ما معروف بلبنان أي زعيم سياسي بيطلع على التلفزيون ببلشوا يقوصوا له المجموعة تاعيته. فصار هالقصة بالمستشفى، اجا من اجوا من المخفر ناس انه ليكتبوا محضر، فتسكر المحضر على انه، وانا هذا الشيء اللي طلبته انه انا ما بدعي على اي حدا، عشان لاحظت انه مثل ما قلت لك هلا، هي هذا الشيء اللي صار مش من شخص والله بريد انه والله بيان تنأذى، لا هو هذا الشخص بفكره
بالمنطقة أو بالمنطقة اللي هو عايشه إنه أنا بقوز ابتهاج للشيء اللي عم بيصير هلأ من الخطاب السياسي اللي عم بيصير. ما تتخيل شو بيصير فيه. عن جد تعقدت من هذه القصة. عن جد أنا تعلمت إنه ما خاف من أي شيء بحياتي، بس عندي الحذر دايما موجود. هوني مثلا إحنا هلأ بهاي المنطقة في حدنا منطقة كتير بتنتمي لكمان لحزب سياسي، كل ما يصير في خطاب إذا سمعت قواس عم بيصير، والله بقعد بالكوريدور، هوني بالكوريدور ببقى شي نص ساعة عشان بقول يمكن هلأ رصاصة طلعت، ما بعرف إمتى بتنزل، ما حأنزل من المكان إذا كنت هون أو بأي مكان تاني، دغري بتخبى عشان ما يصير اللي صار لي من قبل، عشان عن جد أنا بوقتها ما فعلتها بطريقة سلبية، بس عن جد توجعت، عن جد عانيت بهالثلاث شهور اللي صار لي من هذه الرصاصة اللي هي رصاصة طايشة.